نتحول بكم مرة أخرى إلى هذه الصور المباشرة من مدينة إربيل، حيث أن البابا فرانسيس الآن في طريقه إليها، وتحديدا إلى ملعب فرانسوا الحريري، حيث سيقيم بعد قليل البابا قداسا ضخما يحضره آلاف المسيحيين في العراق. إذن البابا فرانسيس في طريقه إلى هذا الملعب، حيث سيقيم قداسه أمام عشرات الآلاف من العراقيين الذين طبعا يستعدون لاستقباله في هذا اليوم الثالث من زيارته للعراق. البابا فرانسيس كان قد زار اليوم أيضا مدينة قرقوش، وأيضا كان قد أدى أو أقام صلاة في ساحة حوش البيعة بالموصل التي عانت على مدى 3 سنوات من انتهاكات تنظيم داعش. إذن نتابع معكم، هذا هو الموكب الأمني الذي يرافق البابا فرانسيس إلى ملعب فرانسوا الحريري، حيث سيقيم قداسه في هذا المكان. عموما معنا عماد الأطرش الذي يتابع هو أيضا هذه الزيارة منذ 3 سنوات، وأيضا كان طبعا في الطائرة مع البابا فرانسيس حين وصل إلى العراق، وكان يواكب هذه الزيارة بكل المدن التي زارها البابا. عموما عماد الأطرش معنا الآن. عماد، هذه المحطات الأخيرة في زيارة البابا للعراق، نحن طبعا نواصل متابعة هذه الصور الآن للموكب البابا، وترافقه قوات أمنية طبعا من أجل إقامة قداسه. كيف هي الأجواء لديك عماد؟ نعم فضيلة، القداس الكبير عادة يختتم به البابا نشاطاته في البلد الذي يزوره، إذن هذا القداس هو المحطة الأخيرة التي يقوم بها البابا اليوم في رحلته إلى العراق. هنا احتشد الآلاف من العراقيين في ملعب فرانسو حريري في مدينة إربيل. قبل قليل كانت هنا الجوقة التي سترافق البابا في القداس، كانت يعني تغني بعض الأغاني التي وضعت خصيصا لهذه المناسبة، وكان الناس يعني يرقصون. يعني هذه الأرض، هذا المكان، هذا يعني الناس هنا تشعرين فضيلة بصراحة بأنهم توقون إلى الفرح، توقون إلى العيش، توقون إلى الحياة. لذلك كانت حلقات الرقص والدبكة هنا قائمة في الملعب، حتى أن مسألة التباعد الاجتماعي تباعدت واختفت تماما خلال الرقص والهتافات التي قاموا بها الناس التي احتشدت هنا لمتابعة قداس البابا بعد قليل. بالمناسبة فضيلة، عادة ما يصطحب البابا سيارته من الفاتيكان، ولكن هذه المرة ربما لأسباب أمنية وصعوبة التنقل لم يتم استخدام سيارة البابا موبيل المشهورة التي عادة ما يدخل بها إلى الملاعب حيث تقام يعني القداس النهائي في رحلته. تذكرين ربما قبل سنتين حصل هذا الأمر في أبو ظبي في مدينة زايد الرياضية عندما أقيم القداس الأخير هناك. نحن الآن ما زلنا هنا في ملعب فرانسو حريري بانتظار وصول البابا، من المفترض أن يبدأ القداس بعد قليل قبل أن ينتهي ويعود أدراجه إلى العاصمة العراقية بغداد في ختام زيارته إلى العراق فضيلة. القداس يفترض أن يبدأ في 6 بتوقيت العراق عماد، فقط نريد تأكيد بشأن يعني هذا الأمر. هو كان من المفترض يعني من المفترض طبعا أن يقام في 6 بتوقيت العراق. نعم 6 بتوقيت العراق، 7 بتوقيت أبو ظبي. يعني الاستعدادات هنا على أتمها من أجل البدء بالخطوة والمحطة الأخيرة في زيارة البابا فرانسيس
إلى العراق هنا في إقليم كردستان الذي رحب بحرارة شديدة اليوم بوصول البابا فرانسيس صباحا إلى مطار أربيل قبل توجهه إلى مدينة الموصل التي كما ذكرت فضيلة عانت بشدة ودمرت تقريبا بالكامل بعد تحريرها من قبضة داعش الذي استولى عليها في حزيران يونيو عام 2014. يبدو أن نعم نسمع الهتافات موكب البابا فرانسيس قد وصل الموكب يقترب يبدو من نعم. المكان الذي تتواجد فيه نتابع هذه الصور إذا لموكب البابا فرانسيس وهو يتجه إلى هذا الملعب ملعب فرانسوا الحريري في مدينة إربيل حيث سيقيم قداسه التاريخي هناك والذي سيختم به هذه الزيارة التي دامت 3 أيام. ربما نسمع معك هذه الهتافات. الشعب العراقي فعلا بكل طوائفه تواق لملاقاة البابا لسماع عظته اليوم. ما المشاهدات الأبرز لديك عماد وأنت تتواجد ضمن هؤلاء الذين يترقبوا وصول البابا فرانسيس؟ طبعا جميع المسؤولين الرسميين في إقليم كردستان احتشدوا هنا في المنصة الرئيسية لمتابعة هذا القداس. يبدو أن الحبر الأعظم أو البابا فرانسيس قد دخل إلى ملعب فرانسو حريري. إذن جميع الشخصيات الرسمية في إقليم كردستان من رئاسة الإقليم من رئاسة الحكومة في إقليم كردستان بالإضافة إلى وزراء في الحكومة أيضا احتشدوا هنا في المنصة الرئيسية لمتابعة هذا القداس وهذه المحطة الأخيرة بالإضافة طبعا إلى الآلاف من العراقيين هنا في إقليم كردستان في مدينة أربيل الذين حملوا الأعلام أعلام الفاتيكان والعلم العراقي والعلم علم إقليم كردستان ترحيبا بضيفهم الكبير فضيلة. نعم ما زلنا نتابع معك هذه الصور. ربما الصورة من عندنا عماد. أنت تسمع الأصوات أصوات الهتافات معلنة اقتراب الموكب من الوصول. نحن نستطيع أن نشاهدها طبعا في هذه الصور المباشرة لوصول البابا فرانسيس إلى هذا الملعب. يعني كم يقدر تقريبا عدد المتواجدين في هذا الملعب؟ قبل قليل تحدثت بأنهم نسوا من كثر الحماس نسوا إجراءات التباعد الاجتماعي وهو من ضمن إجراءات فيروس كورونا. نعم طبعا الأعداد يعني رسميا ليس ثمة عدد رسمي ولكن في الصباح تم الحديث عن حوالي 10,000. لا أعتقد بأن هذا الملعب يستوعب 10,000 خاصة في ظل يعني على الأقل حتى ولم يتم احترام إجراءات تفشي كورونا ولكن الناس لا تزال يعني مهتمة بالأمر. أعتقد أن هناك حوالي 8,000 شخص بالتأكيد في ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل للمشاركة في هذا القداس فضيلة. بالمناسبة فضيلة أريد أن أسألك هل هناك سيارة يعني سيارة خاصة للبابا في الموكب الذي نحن ترينه على الشاشة لا أم هي نحن يعني موكب أم نعم نعم نعلم عما تتحدث. هي السيارة المكشوفة التي عادة يسير فيها البابا لا هي سيارات عادية كما رأيناها بالأمس نعم. حين كان في زيارته إلى بغداد عماد. هي طبعا تبعا للوضع الأمني في العراق كما كنت تذكر. طبعا تعلمين يعني الزيارة كانت حضر لها بشكل معقد وبشكل طويل جدا. الزيارة كانت لها ظروف معقدة ليس فقط من الناحية تفشي وباء كورونا. البابا أراد أن تكون أول زيارة له خارجية منذ 15 شهرا إلى العراق تحديدا رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم قاطبة وليس فقط لا العراق ولا إيطاليا بالإضافة طبعا إلى الظروف الأمنية. البارحة كان في الناصرية والناصرية كانت شهدت قبل حوالي أسبوع تظاهرات كبيرة أيضا في محافظة دقار وبالإضافة أيضا اليوم صباحا كان في نعم التحالف الدولي كان تعرض قبل أقل من أسبوعين إلى رشقات بالصواريخ. إذن الوضع الأمني أيضا من الحق يعني أن يقال بأن الظروف التي جرت فيها هذه الزيارة هي ظروف استثنائية وبالتالي فهذه الزيارة هي استثنائية أيضا. ومن الجدير بالذكر يعني أن نذكر بأن هذه هي الزيارة الأولى لأي حبر أعظم لأي من تبوأ سدة البابوية في الفاتيكان إلى البلد إلى العراق تحديدا.
بالتأكيد عماد، هذا القداس له خصوصية كونه يأتي من مدينة أربيل التي يقول البابا بأنه يعتز بها. دعنا عماد نذهب إلى مراسلنا أيضا هيوا عزيز الذي يتابع هذه الزيارة لمدينة إربيل. كيف هي الأجواء عندك؟ ما أبرز المشاهدات لديك هيوا؟ فضيلة، نحن متواجدون الآن في ضاحية عنكاوة المسيحية في قلب مدينة أربيل. مر البابا بموكبه قبل قليل من هذا الشارع الرئيسي في بلدة عنكاوة الذي يقع خلفنا. كان هناك أكثر من 10,000 شخص من مختلف الطوائف المسيحية، كانوا قد احتشدوا على جانبي الطريق للترحيب بمقدم البابا الذي توجه بموكبه سريعا إلى الاستاد الرياضي الذي ينتظر قدومه لإحياء القداس الذي يوصف بالقداس الأعظم الذي سيتوج به زيارته لإقليم كردستان وسهل نينوى. الكثير من المسيحيين الذين استطعنا آراءهم والذين كانوا يقفون على الطريق للترحيب بمقدم البابا استطعنا آراءهم بخصوص ما يشعرون به إزاء هذه الزيارة وإزاء هذا الترحيب الكبير أو الجماهيري الحاشد بمقدم الحبر الأعظم. كلهم كانوا يصفون مشاعرهم بأنها غبطة وسرور ويأملون خيرا في أن تتوج الزيارة بتباشير السلام والاستقرار التي يبحث عنها العراقيون منذ عقود. الجميع يستبشرون خيرا بأن تكون المرحلة المقبلة من حياتهم مرحلة إعمار وسلام وسلم اجتماعي، ليس في إقليم كردستان وحسب بل في عموم العراق، سيما في محافظة نينوى وخصوصا في المناطق التي تضررت نتيجة الحرب ضد الإرهاب في سهل نينوى، حيث الغالبية المسيحية المتعايشة مع المسلمين وكذلك مع الصابئة والأيزيديين وبقية الطوائف الأخرى. الجميع يحبسون الأنفاس في انتظار القداس الذي سيقام بعد قليل والذي طبعا سيلقي خلاله الحبر الأعظم عظاته الدينية وربما يطلق كلمة سلام أخيرة في هذا القداس الذي ينتظره الجميع. أبرز الحاضرين في هذا القداس حين يتعلق الأمر بالمسؤولين في العراق أو يعني دوليين، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن ذلك هيوا؟ على الصعيد المحلي هناك الكثير من الوزراء في حكومة إقليم كردستان يحضرون هذا القداس، لاسيما الوزراء المسيحيون الذين يمثلون الطوائف المسيحية في السلطة هنا في إقليم كردستان، بالإضافة إلى محافظ أربيل الذي يحضر القداس، وكذلك العديد من نواب البرلمان من المسيحيين ومن الكتل النيابية الأخرى. الاستاد كما تلاحظون يعج بالحاضرين من مختلف الطوائف وخصوصا من المسيحيين. أما الشخصيات الأجنبية فربما يكون يعني هناك من بين الحاضرين شخصيات دينية حضرت مع وفد البابا من المطارنة والكرادلة الذين جاءوا برفقة البابا، أيضا هم يحضرون هذا القداس طبعا بالإضافة إلى المؤمنين من مختلف الطوائف المسيحية. يحدث كل هذا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا هيوا، هل نسى العراقيون ولو قليلا هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها؟ طبعا نحن نتابع معك الآن وصول سيارة البابا فرانسيس في هذه اللحظات هيوا، اسمح لي فقط أعلق على هذه الصور. نعم. البابا فرانسيس إذن يدخل بسيارته إلى ملعب فرانسوا الحريري في مدينة إربيل، حيث احتشد الجماهير على ضفتي يعني هذا الطريق لتحية الحبر الأعظم. عماد، طبعا أنت بالتأكيد تسمع هذه الهتافات مع دخول البابا فرانسيس الملعب لإلقاء عظته وقداسه التاريخي، وهو يركب هذه السيارة التي تحدثت عنها قبل قليل، وهي سيارته عادة التي
يتنقل بها عموما خلال زياراته. عماد؟ إذن عموما نحن نتابع معك طبعا ونعلق على هذه الصور والحماس نسمعه من قبل المتابعين والذين ينتظرون ويتوقعون طبعا هذه العظة. نعم، يبدو أن العديد من المشاركين هنا أخذهم الحماس وتدافعوا إلى هذه الجهة، حيث من المفترض أن تمر الآن السيارة التي تنقل البابا فرانسيس. أعتقد فضيلة قبل يعني المتابعة أن لديك الفضول لمعرفة لماذا ما هو اسم هذا الملعب فرانسو حريري. فرانسو حريري هو شخصية أشورية وليس كردية، كانت في البشمرج يبدو تكريما لهذه الشخصية تم تسمية الملعب على اسمه فرانسو حريري. ربما أنت ترين الصورة أكثر من عندك، هل دخلت السيارة إلى المضمار؟ نعم الملعب؟ السيارة حقيقة هي تدخل ودخلت الملعب، تقوم الجماهير بتحية البابا، هم يترقبون طبعا يعني إلقاءه هذا القداس التاريخي في هذا الملعب. نعم، إذن نحن في متابعة مستمرة، نحن في متابعة مستمرة إذن لهذه التغطية. العشرات والمئات من العراقيين الذين تواجدوا طبعا في هذا الملعب وقفوا لتحية الحبر الأعظم الذي يقوم بأول زيارة له للعراق في ظل جائحة كورونا وفي ظل أوضاع أمنية أيضا يعني إلى حد كبير مضطربة في الأشهر الماضية. إذن زيارة البابا وإلقاؤه لهذا القداس التاريخي بالتأكيد سيكون لها ردود فعل دولية. الزيارة دامت 3 أيام، سيختمها البابا الآن بهذه العظة. نرى طبعا الفرح، طبعا هذه الصور كلها تعبر عن فرح العراقيين باستقبال البابا فرانسيس، وهم الذين كانوا يتوقون لإلقاء التحية عليه. هيوا، نحن نتابع معك هذه الصور، صور احتفاء واحتفال بقدوم البابا. قبل أن أذهب إلى هيوا دعني مرة أخرى هيوا أذهب إلى عماد، ربما الصورة أوضح لديه مما نشاهد نحن الآن. عماد، هل اقترب الموكب أكثر فأكثر؟ نعم فضيلة، نعم يتوجه إلى المذبح حاليا. السيارة التي يستقلها البابا هي نسخة محلية عن البابا موبيل، ليست البابا موبيل، هي سيارة يبدو أنها نسخة محلية فقط لإعطائه القدرة بأن يكون يعني الأمر مفتوحا لتحية الجمهور عندما يدخل إلى الملعب. هو يتوجه الآن إلى المذبح البابا فرانسيس. طبعا استبد الحماس بالحاضرين هنا، ليس فقط بالحاضرين حتى بالصحفيين الذين يعني تخطوا كل الحوادث، ومسألة التباعد الاجتماعي أصبحت في خبر كان. إذا يصل الآن البابا فرانسيس إلى المنصة الرئيسية إلى المذبح، حيث من المفترض أن تبدأ بعد قليل يعني إحياء القداس الإلهي هنا في مدينة إربيل في المحطة الأخيرة في رحلة البابا فرانسيس إلى العراق. فضيلة، طبعا نحن نشاهد تلويح الحاضرين للبابا فرانسيس، هم طبعا يقفون على مدارج هذا الملعب. دعوني أذهب إلى هيوا مرة أخرى، يعني إلى أي مدى هيوا هذه الزيارة نست العراقيين في اختلافاتهم الطائفية والدينية، خصوصا وأن البابا فرانسيس شدد خلال الأيام الثلاثة الماضية على التكاتف وعلى نبذ العنف، نبذ الكراهية على الأخوة.
فيما يتعلق بحالة التعايش في إقليم كردستان، كما أشار الحبر الأعظم صباحا خلال لقائه بالقيادات السياسية والسلطات هنا في إقليم كردستان لدى استقبالهم له في مطار أربيل الدولي، أشار إلى أن حالة التعايش بين أطياف المجتمع الكردستاني لا سيما بين المسيحيين والمسلمين حالة نموذجية كما وصفها، وبالتالي هذه الحالة تمنى أن تعم على بقية أرجاء العراق، ودعا إليها من خلال خطبه وعظاته وقداساته التي أقامها في مختلف مناطق محافظة نينوى وكذلك في بغداد. دعا الجميع إلى نبذ العنف والتكاتف والتعاضد من أجل بناء مجتمع عراقي قائم على السلم وقائم على البناء. الجميع هنا متفائل بهذه الزيارة، ويعني كما استطلعنا وكما أسلفت قبل قليل بأن المسيحيين هنا في ضاحية عنكاوة تقريبا، والذين احتشدوا أكثر من 10,000 شخص لتحية البابا، كلهم عبروا عن مشاعرهم وأكدوا بأن المرحلة المقبلة من حياة العراقيين لا سيما في إقليم كردستان ستختلف جذريا عن المرحلة التي سبقت زيارة البابا للعراق وإقليم كردستان. نعم، إذن هيوة، نحن في هذه المتابعة المستمرة لزيارة البابا لمدينة أربيل ووصول موكبه طبعا في ظل إجراءات أمنية مشددة إلى هذا الملعب، ملعب فرانسوا الحريري، الذي سيلقي منه هذه العظة أو سيقيم فيه هذا القداس. طبعا هذا القداس سيتابعه عشرات الآلاف من العراقيين الذين انتظروا زيارة البابا التاريخية والرمزية. البابا كانت له عدة زيارات طبعا لعدة مناطق ومحافظات في العراق، نذكر منها مثلا بلدة قرقوش صباح اليوم، يعني كانت إحدى محطات زيارة البابا في محافظة نينوى شمال العراق في هذه الزيارة التاريخية. إذن نذكر بأنه دائما في كل مكان يصل البابا يكون سكان البلدات والمحافظات والمدن على جانبي الطريق لتحية رأس الكنيسة الكاثوليكية، رأس طبعا الكنيسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس. نتابع طبعا في هذه الصور وهذه الاستعدادات ونترقب طبعا إلقاء البابا لقداسه التاريخي في مدينة أربيل. بهذا الشعار، شعار زيارة قداسة البابا بكل ما يحمله من معنى ورسالة، يحل بيننا وعلى أرض كردستان الحبيبة قداسة بابا فرانسيس ليكمل حجه إلى أرضنا مصليا وداعيا لنا، لكي يبقى التعايش والسلام والمحبة والأخوة علامة فارقة لهذه الأرض المباركة. فأهلا وسهلا بكم قداسة البابا فرانسيس في أربيل. قارنوخن تدمصالوخ أمت بابا فرانسيس قاود آدي رازا قديشة أد إيلي. إذن دقائق ربما ويبدأ البابا فرانسيس قداسه الذي وعد به العراقيين في آخر محطة له في زيارته للعراق، مدينة أربيل في كردستان. عشرات الآلاف حضروا إذن إلى ملعب فرانسوا الحريري في مدينة أربيل من أجل الاستماع إلى هذا القداس. رسالة البابا للعراق دائما اتسمت منذ وصوله بنبذ العنف، بإرساء ثقافة التسامح والأخوة. أدعوكم لنصلي مع قداسته في هذا القداس الذي يعد محطة مميزة جدا في زيارته إلى العراق، حيث يتجسد هذا العناق الذي تاق إليه وكرره البابا في أكثر من مناسبة
قبل وخلال حجه إلى أرضنا، عناق ربيع جديد علينا، عناق أولاد الله الواحد، مهما اختلفت أديانهم، أفكارهم، عرقهم ولغتهم، عناق الإنسانية التي قال عنها الله: فرأى الله أن كل ما خلقه كان حسناً. شكراً قداسة البابا فرانسيس لأنك معنا وبيننا. سوباس كردستان، سوباس بو هريم خوشويسة كمان كأمرو ميوانداري. إذن نحن نترقب إقامة البابا لقداسه وصلاته، عشرات الآلاف سيقيمون معه هذه الصلاة في هذا اليوم التاريخي الذي تشهده مدينة إربيل في كردستان. البابا كان قد حث مسيحي العراق على ما وصفه بمواصلة المثابرة على إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب، وما وصفها بالصراعات الطائفية. إذن سيبدأ القداس في أي لحظة. نشاهد طبعا هذا الجمع الغفير من السكان إربيل وغيرها من المحافظات الذين قدموا من أجل حضور هذا القداس والصلاة مع البابا فرانسيس. أدعوكم لنلتزم الهدوء والصمت خلال هذا القداس. And now I would like to invite you to remain silent and at peace during this holy mass.